السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين. النهارده هنقدم لكم طريقه عمل بسكوت الشاي زي المصانع بالظبط. طريقه سهله واقتصاديه، تقدر اي حد يعمله. من الدقيق 2 بيض، 100 جرام من الزبده، 60 جرام من الزيت، يعني حوالي ربع كوبايه زيت. معانا بيكنج باودر معلقه كبيره، معانا رشه ملح، معانا فانيليا. هنحط بقى المواد الجافة كلها مع بعضها. الملح بقى في اي مخبوزات علشان يظبط معانا السكر. هنحط المواد الجافة كده على جنب. تكون بدرجة حرارة التلاجة. نزل السكر، نضرب السكر معاه. نحتاج مثلا للعجينة معلقة على حسب الدقيق بتاعنا، هو دقيق الحلويات او دقيق لجميع الاغراض. واحنا ما نعجنش، نلم العجينة كده عشان ده بسكوت ما يبقاش فيه عرق، عشان يبقى ناعم. فالعجينة بقت بالشكل ده، هنحطها ربع ساعة في التلاجة وبعدين نرجع نشكلها لكم. هنلفها كده عشان ما تنشفش مننا وهي في التلاجة. هنقطعها لأربعة. هنخليها العجينة حوالي 3 سنتي عشان هيفنش معانا او هيعلى معانا، يعني يبقى كده. هنشكل بقى العجينة. هنحطها في التلاجة وبعدين كل الزوايد دي برضو هنرجع نعملها بنفس الطريقة.
زيت، او ممكن نحط ورق زبده، لو ما فيش ورق زبده يبقى ندهنه زيت كده. كل اللي موجود ده هيتعمل برضو، هنرجع نعمله ونعمله زي ده بالظبط كده. ناعم وجميل جدا. هنعمل بقى ايه؟ هنحط كده الشكل ده.